من تجارب الحياة حاول تتعلم وتصحح الغلط، وافتكر دايما ان السعادة بتتولد من رحم المعاناة والإحساس بالألم أول خطوة في طريق الشفاء. مساء الخير وأهلا بيكم مشاهدينا وحلقة جديدة بألواننا الطبيعية. من عناوين حلقتنا النهاردة: المخرجة عصام شعبان وأحمد رفعت مسلسل دنيا جديدة تجربة مختلفة في رمضان القادم. هي دعوة للتحاور الفكري والالتقاء حول معنى كبير جدا عند كل المصريين اسمه بلد واسمه وطن. هو اللي عجبني في المسلسل ان هو بيمثل الواقع اللي احنا فيه. درة انتظروني في ظرف اسود وقبل البداية. حبيتكم بظرف اسود وبعد البداية. محمد عادل امام ينشر كواليس فيلمه الاخير كابتن مصر بعد تحقيقه لأعلى الايرادات. هنروح لاستعراض سريع لأهم أنشطة الصحف المصرية والعربية، وهنبدأ من جريدة الوطن ورد الفنانة اللبنانية مايا دياب على أحد المنتمين لتنظيم داعش وتهديده لها بالقتل. مايا قالت: لن أستعين بحراسة بسبب تهديد داعش، والله قادر على حمايتي. أكدت أن التهديد مخيف جدا، لكنها بتثق في قدرة ربنا على حمايتها، وأن دعوتها لها بالجهاد النكاح كان أمر مضحك جدا، لكنها بتتعامل مع الأمر بجدية، وشايفة من وجهة نظرها أن داعش خطر بيهدد العالم كله، وأنها مجرد نقطة في بحر. قالت كمان أنها بتتمنى الاستقرار يرجع من جديد لعالمنا العربي، وتختفي التنظيمات الإرهابية اللي بتختفي وراء الأديان علشان تنفذ جرائمها. ولسه مع جريدة الوطن ومقال مميز للكاتب والإعلامي أحمد المسلماني بيقول فيه عمر الشريف وإهدار القوة الناعمة. بيتهم في المقال الدولة بإهمال قيمة كبيرة بقيمة الفنان العالمي عمر الشريف وعدم استثمار شعبيته ونجوميته بشكل سليم، وقال كمان إن الأرمن استغلوا الفنان عمر الشريف وقدموا فيلم إدانة من خلال مذبحة الأرمن اللي قام بيها الأتراك. أكد المسلماني إن عمر الشريف نجح عالميا وقدر يحجز لنفسه مكان بين نجوم العالم، وإنه طوال فترة حكم عبد الناصر عاش في الخارج رغم إنه لم يمنع من دخول مصر، واللي أقنعه بالعودة الرئيس السادات لما شافه في البيت الأبيض وقال له: مش هسلم عليك إلا في مصر. أكد المسلماني أنه التقى بالفنان عمر الشريف مؤخرا وأن الزمن ترك أثر كبير جدا عليه وضاعت فرصة استثمار نجوميته باعتباره رافض من روافض القوة الناعمة. من المعروف أن الفنان العالمي عمر الشريف بيعاني حاليا من الإصابة بمرض الزهايمر ومقيم حاليا في الجونة وبيتولى رعايته نجله طارق. في اليوم السابع معانا تصريح للمخرج عصام شعبان بيقول فيه: أنتهي من تصوير آخر مشاهد دنيا جديدة لرمضان 2015. أكد المخرج عصام شعبان أنه بيواصل حاليا تصوير مسلسل دنيا جديدة بطولة حسن يوسف وأحمد بدير وريم هلال وعمرو صحصاح ونرمين ماهر ومجموعة كبيرة من الفنانين. قال كمان أنه انتهى من تصوير حوالي 80% من أحداث المسلسل، وأنه مستمر في تصوير المسلسل حتى رمضان القادم. المسلسل من تأليف مصطفى إبراهيم ومن إنتاج قطاع الإنتاج، واللي بيعود للإنتاج بعد غياب طويل. العمل بيتناول الصراع بين الإسلام الوسطي المعتدل وبين المتأسلمين اللي بيتجروا بالدين لتحقيق مكاسب سياسية. كاميرا بالألوان الطبيعية حضرت يوم تصوير والتقينا بفريق عمل المسلسل. تعالوا مع بعض نشوف هيقولوا إيه عن تجربتهم الرمضانية القادمة. داخل إحدى فيلات المقطم اقتحم رجال الشرطة منزل إحدى قيادين الإخوان وقاموا بالقبض عليه
ده المشهد اللي جمع بين أحمد رفعت وفنانين آخرين داخل أحداث مسلسل دنيا جديدة واللي منتظر عرضه في شهر رمضان القادم. المسلسل للمخرج عصام شعبان. هو ده طبعا بيعطي للدراما مصداقية أقوى وأكبر، لأن الشوارع بكل فعالياتها بتظهر وتتضح أكتر في وسط الناس طبيعيين جدا، غير لما نروح مكان زي مدينة الإنتاج ونصنع إحنا الحياة، لكن هي الحياة واقعية الشارع بتفرض ذاتها في الأماكن الطبيعية، فبالتالي بتلقى مصداقية أكبر في الدراما. والله هي لمشاهد كتيرة متنوعة، منها مشاهد أمام وجهات عمان زي ما انتم شايفين، مفترض ان في اقتحام للشرطه لاحد المتهمين في بعض القضايا، في مشاهد داخل سيارات وعربيات، دي بنقفل بها الحلقات العشر الاولانيه من المسلسل ان شاء الله، يعني بتبقى اسمها مشاهد يعني بنقفل بها الحلقه يعني. لا احنا فعلا بنشتغل هارد ورك يعني يوميا، بنشتغل اكثر من 13 ساعه، منهم 13 ساعه تصوير وخمس ست ساعات مونتاج يدوب يعني، لانه فعلا الموسم يعني رمضان، احنا شهر رمضان قرب جدا، فبالتالي بيبقى الوقت قليل يعني. لا هو نجاح المسلسل ياتي من عرضه على اكثر من قناه، والحمد لله معظم اعمالي الفنيه المسلسلات اللي انا اخرجتها كانت، كنت انا حريص بالفعل انها ما تبقاش حصري على قناه معينه، لان فكره الحصري بتقلل من كم المشاهدة وبتقتل المسلسل، فأنا حريص حتى في اتفاقاتي مع المنتجين على أن المسلسل ما يتزعش حصري، ولكن يزع على متزامن أو عشان يتم تقييمه صح ويتم كم الانتشار المطلوب في كل قناة مشاهدينها، فبالتالي العرض المتزامن بيسمح ان قطاع عريض من المشاهدين يشوف المسلسل، واعتقد ان كم المشاهدة بتفرضه برضو جودة المسلسل وطبيعة المسلسل، فالحمد لله يعني ده انا حريص عليه ان المسلسل اي مسلسل بخرجه يكون بيعرض على اكثر من قناة. انا صورت 75% من المسلسل، بقي لي 25%، اعتقد ان انا هصور 10 ايام في رمضان كمان. بص هي رسالة المسلسل، احنا بنرصد ونجسد واقع الحالي والصراع الموجود على مستوى الوطن ما بين افكار كتيرة واتجاهات كتيرة وايديولوجيات كتيرة، لكن الدعوة الحقيقية لهذا المسلسل هي دعوة للتحاور الفكري والالتقاء حول معنى كبير جدا عند كل المصريين، اسمه بلد واسمه وطن فوق كل اختلافاتنا، فبالتالي تعالوا نتحاور بالفكر، وتعالوا نتفق على ما نتفق عليه، ونحاول أن نصل إلى نقاط التقاء حول ما نختلف عليه، لكن فكرة الحرب القائمة دلوقتي والصراعات الموجودة على أرض الواقع والاغتيالات والانفجارات وكل هذه الأشياء، كل ده بيرفضه الإنسان المصري اللي بيحب بلده يعني. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، اللهم افتح لنا أبواب فضلك. الواقع اللي انت بتتكلم عنه ده انا رفضه. المؤمن يا ابني اذا راضي لم يدخله رضاه في الباطل، واذا غضب لم يخرجه غضبه عن الحق. الشارع بتاعنا ده شارع طاهر، كفاية ان في ناس زي الاستاذ رضوان دنيا والشيخ خلف بيعلمونا الدين صح. المجتمع اللي انت جاي منه ده كله مجتمع كافر، بيسكت عنه يبقى كافر زيه. هو اللي عجبني في المسلسل ان هو بيمس الواقع اللي احنا فيه، يعني الصراع اللي فعلا بين الاسلام الرساله السماويه السامحه، رساله الرحمه، واللي شوهت دلوقتي بفعل، هي لم تشوه بس هي بفعل الجهل والتاسلم والتجاره بالاديان فشوهت. انا ضابط في الامن الوطني، بنصارع الارهابيين اللي احنا فيهم في الوقت الحالي، في صراع شديد جدا بيننا وبينهم، اللي برضو بيشرح اللي احنا فيه في الوقت الحالي، وما يحاك بقى بكل اللي انت بتشوفه ده من اغتيالات لضباط الامن الوطني، من
من محاولة اغتيالهم. يعني المفروض ان انا مش عايز احرق، بس ان في ناس بيتعرضوا للاغتيال، في ناس ايديهم بتتقطع مننا، في ناس بتموت، والصراع بقى اللي داير بين الفكر كمان، يعني على جنب منه الـ الامن الوطني والفكر، ان انت ازاي تواجه الفكر ده بفكر مستنير اللي هو الاسلام، اسلام السمح. دور الدنيا جديدة، انا عامل دور المثقف الإسلامي أو مفكر إسلامي قبل 25 يناير، بيبدو للناس أنه راجل وسطي معتدل، بتقوم ثورة يناير والإخوان بيستولوا على السلطة، فبيظهر على حقيقته أنه إخواني حتى النخاع. لما بتنجح الثورة 30/6 في إزاحة الإخوان بينقلب على الدولة وبيصبح وجه قميء للإسلام، مش بس للفكر لكن لا للإسلام نفسه. هو بيبقى مخطط للإرهاب ومخطط لمقاومة نظام الحكم. أنا بعمل شخصية تامر. تامر هو شاب من أسرة ثرية جدا، ديلر مخدرات. هو بيشتغل الشغلانة دي، هو مش محتاج فلوس قوي بس عايز يحقق رغبات أكتر، فبينجرف في الطريق ده وبيضطر إن هو يقنع صحابه إن هم يشتغلوا في المخدرات. وبتبدأ من هنا بقى نقلة في المسلسل، يعني أول المسلسل بتكون الشخصية ماشية بشكل معين، بعد كده في نقلة بقى وهو بيغير من شخصيات كل الشباب اللي حواليه في المسلسل. بنشوف بقى بعد كده بينجرف في حاجات كتير بقى، علاقات نسائية بشكل مش تمام، كذا حاجة يعني. والله أنا من نوع الممثلين اللي بحب أقف دايما، حتى لو مشهد أنا مش بصور فيه، أنا بحب أقف وألمح من بعيد وأشوف وأتعلم بعض التفاصيل كده بتحصل من الناس دي. يعني الناس دي ممثلين تقال، فإحنا غصب عننا يعني لازم نتعلم منهم، لأن اللي مش هيتعلم هيفضل ثابت، مش هيقدر يطور من نفسه يعني. فالحمد لله ان انا دايما بلمح بشوف ايه التفاصيل اللي بيعملوها، ايه الحاجات دي، وبحاول ان انا القط منهم دايما يعني. طول عمري ما برتاحش لعبد الجبار ده. ربنا ينتقم منه. نفسي اشوف اللي عملوه في حفل المشنق. انا حاسه برضو ان خطرهم زاد قوي، يعني عرفوا عننا كل الاسرار، والله اعلم بيخططوا لايه. ويمدهم في طغيانهم يعمهون. جاهزين ليله واحده يا سيدي المعلمين واكون جايب لك النهايه. الخائن رضوان دنيا سيكون الثمن غاليا، وستدفعه من دمك ودم اقرب المقربين اليك. بطلت الزكاة علي يا حضرة الضابط. الظاهر كل الكلام اللي اتقال عن الراجل ده كان غلط، الظاهر احنا اللي كنا غلط. انتقد المخرج الكبير محمد خان الكم الهائل من مسلسلات دراما رمضان، وقال في الوطن اشتراك النجوم في مسلسلات رمضان بلاها وطمع، وقال كمان انه مندهش جدا من وجود نجوم كبار مش في حاجة مسة للشهرة او المال، لكن مصرين على العمل في رمضان وتقديم اعمال ضعيفة، ومندهش كمان من ممثلة نجحت في دور وحريصة على التواجد وتكرار الظهور وكأنها خايفة يفوتها قطار النجاح. وقال محمد خان كمان ساخرا ان موال رمضان اصبح مكرر، وكل سنة وانتم طيبين. هنروح دلوقتي لأهم التصريحات الصحفية. إلهام شاهين: من يهاجمون يعملون ضد البلد. المخرج عصام شعبان: أصور عمليات عسكرية لمسلسل دنيا جديدة شرق قناة السويس. أحمد بدير: 10 مشاهد وأنتهي من تصوير مسلسل أستاذ ورئيس قسمة. سامح عبد العزيز: تغيير الديكورات وراء توقف مسلسل بين الثريات. نانسي عجرم: سعيدة بمشاركتي في الموسم الجديد من أرب أيدول. اسمحوا لي نروح لفاصل ونرجع لكم مرة تانية علشان نكمل باقي فقرات حلقتنا النهاردة، استنونا. السنة دي من خلال مسلسل بعد البداية، واللي هتجسد من خلاله دور صحفية، وده عكس دورها تماما في مسلسل ظرف اسود مع الفنان عمرو يوسف وانجي المقدم والمخرج احمد مدحت. يا ترى ايه المختلف بين الدورين، وهل ناوية درة انها تعود للسينما مرة تانية؟ ده اللي هنعرفه من درة في تقريرنا اللي جاي.
فظيعة جدا. قضية الجاسوسية المتهم فيها الصحفي حول تخابر الصحفي الراحل عمر نصر. أنا ما متش لا عمر. صعب تسمعي كلام الناس عنك بعد ما متي. الله يرحم. هو ده ايه ده؟ حبيتيكوا بظرف اسود وبعد البداية. يمكن شكل مختلف، ادوار مختلفة، نوعية العمل هتكون مختلفة، وفي يعني سسبنس وفي مفاجآت في العمل اللي هيتابع القصة بتاعت كل مسلسل، وتمثيل، ويعني جوانب كتير متهيألي ممكن تشد الجمهور في الأعمال دي. أنا بصراحة اللي شدني، طبعا أنا مش هقارن حاجة بسجن النساء خالص ولا بدلال يعني، بس أنا كل دور والله ببذل فيه مجهود جدا يعني، وإن شاء الله تبقى الأدوار السنة دي ما تقلش عن دلال. بس أنا اخترت أنه يكون نوعية الأعمال شوية مختلفة، وتكون نوعية السسبنس أكتر، عشان أعمل أنا يمكن تقريبا كل مسلسلاتي كانت اجتماعية أكتر. فبس كأدوار ومود وتمثيل وكده حاولت أعمل حاجة كويسة، اللوك كمان يبقى شوية مختلف. يعني هو دوري في ظرف أسود اللي احنا بنتكلم عنه النهاردة، سعاد هي بنت غلبانة، نقدر نقول هي يعني الناس تقيم هي طيبة أو مش طيبة، لأنه في حاجات هتتعرف من خلال الأحداث، والحقيقة كلها بتتعرف في الآخر. ففي حاجات ما نقدرش نكشف عنها قوي، بس هي شخصية فيها على قد ما هي كل حاجة ظهر لنا، بس فيها جوانب فيها غموض، لأنه يعني أنا مش هقدر أفهم دايما هي بتعمل كده ليه، هي بتتحط في مواقف وبتعمل ردود أفعال، وفي نفس الوقت هي بتحاول تقاوم الظروف اللي بتتحط فيها، بتحاول تاخد حقها، تدافع عن نفسها. هي مش سهلة، طموحة، وفي نفس الوقت يعني كل ما بتقع بتحاول تقف من جديد على رجليها. هي دي شخصية سعاد. يعني صحفية عندها طموح كبير انها تبقى تحقق نفسها، طموحها يعني الى ما لا نهاية، ممكن تحط نفسها في مواقف وفي مغامرات وفي مخاطر يعني وصراعات عشان تحقق المكان اللي هي عايزة توصل له. وفي نفس الوقت هي يمكن اهتمامها بحياتها المهنية شوية جي على حساب حياتها العاطفية أو الأسرية اللي هي مش مستقرة. هنشوف ده كله بقى في المسلسل. أنا لازم أكون موجودة في تونس، أن أنا أمثل باللهجة التونسية، قصة من المجتمع التونسي مع ممثلين كلهم زمايلي من تونس، في منهم كنت أعرفهم من زمان، في منهم لأ. المخرج أول مرة أتعامل معاه بس رائع يعني، والحقيقة الموضوع كله التجربة كلها كانت حلوة جدا. أتمنى المسلسل ينجح برضو. ليلة الشك هو ثلاث مسلسلات بعمل لها السنة دي مليانة شك، مش عارفة ليه يعني، في شكوك وفي حاجات وغيرة ويعني مشاكل كده. هو طبعا أنا بالعكس يعني ما عنديش مشكلة للشخصية، مش لازم أبقى دايما طيبة، بس أنا الشخصيات اللي بعملها دايما مركبة شوية يعني، فيها طيبة وفيها مواقف أنت ممكن تزعلي منها او يعني تعاتبيها ان هي عملت حاجه، بس في نفس الوقت هي بيبقى جواها برضو طيبه. فهو ده اللي انا بعمله يعني. وانا كمان وحشتني السينما. كان اخر حاجات ليا السنه اللي فاتت كان بتوقيت القاهره وحديد، بس الفتره دي طبعا كان سيزون اكتر للتلفزيون، والاكتر من كده الحاجات اللي اتعرضت عليا في السينما ما تحمست لهاش قوي، فمستنيه مشروع اتحمس له، ونفسي يعني طبعا اعمل فيلم كويس يعني. ما منوش قلق يا ياسين، انا هظبطه. نزلوه يا بهايم. طلع عمي مش قلق، نزله خلاص بقى، ما تعدي يومك ده على خير. بس الزمن يرجع بيا ايام ما كنت عايشه مع هيثم يوسف في الشقه القديمه، تانيها كان في راحه بال. انتحر ازاي الراجل
اكلمك رقبتي يا سليم. انت سيب رقبتك في ايدي وما تقلقش خالص. وبتنوب ايه اللي تستناك فيها يا روح امك؟ مش مهم جدا. لا معلش انت. لا اله الا الله، في ايه؟ خلاص يا علي بقى. اعذرني يا باشا ما بشربش. خلاص. ورد اسود. انا عايز 10 بواكي. وين حطها كنت وابنك؟ انا ارجل منك ومن اللي خلفوه. ده انا اقل سواق ميكروباص عندي في روما. انا مش هسيب اللي عمل كده. في عربيه ورانا. قدر فيلم كابتن مصر انه يحقق ايرادات عاليه جدا، وصل الفيلم مرتبه الاولى في شباك التذاكر وتخطى ايرادات فيلم زنقه الستات اللي قام ببطولته حسن الرداد وايتن عامر. وبتدور احداث فيلم كابتن مصر في اطار اجتماعي كوميدي حول سجين يسعى لعمل فريق كره قدم داخل السجن وينافس به كبار الانديه العربيه. ومؤخرا نشر بطل الفيلم محمد عادل امام على صفحته على الفيسبوك كواليس فيلم كابتن مصر. تعالوا مع بعض نشوف كواليس كابتن مصر في تقريرنا اللي جاي. والله عشان اسمك شلاوي ايه؟ شديد كداب. وصلنا دلوقتي لاخر فقره في البرنامج واهم تعليقات على شبكة التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتويتر. واول تعليق معانا النهارده امل رزق لا تعاشر نفسا شبعت بعد جوع فان الخير فيها دخيل، وعاشر نفسا جاعت بعد شبع فان الخير فيها اصيل. الفنانه ريم هلال سعيده بالتعاون مع النجم حسن يوسف في مسلسل دنيا جديده وانتظروني في رمضان. قصي خولي كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. عمر خرشد انتظروني في مسلسل وجع بنات بعد شهر رمضان. غادة إبراهيم سعدت بزيارتي للفنان نور الشريف أنا وزيرة الثقافة المغربية. وأخيرا الفنانة هالة صدقي فخورة أن السيسي رئيسي وتحيا مصر. لحد هنا انتهت فقرات حلقتنا النهاردة. استنوني كل يوم في نفس الميعاد، وما تنسوش بعتولنا على صفحتنا على الفيسبوك بالألوان underscore الطبيعية دريمز، وعلى صفحتنا كمان على تويتر ناديا دريم تي في. أشوفكم بكرة إن شاء الله.